بقى سي الحاج هو انه وصلت 86 تترجعوا من المكسيك مع النادي القرنية الرياض، قررت تجيك فرصة انك غادي تحترف لاول مرة او اول مرة نقوله تخرج خارج ارض المغرب تلعب مع فريق في قطر اللي هو فريق الخور اللي ولا من بعد التعاون البداية كان سميتو الخور تماما. تجي الفرصة فيها مبلغ مالي محترم، الواحد تيقلب على هذا المردود المالي بطبيعة الحال ديال الكرة وهذه هذا هو منطق الكرة تماما عادي المادية ديالو، ولكن تيبان ليا الى صح التعبير جرات لك محاكمة على قبل هذا الانتقال هذا اللي ربما كان يقدر يكون بسيط انتقال عادي. وفعلا انا ملي جيت من المكسيك وداك الشيء القرار اللي كنت خديته انني نتوقف عن اللعب لان ماشي سهله. لعبت كاس العالم تقريبا وانا عندي 32 سنه، ربما ثالث لاعب اللي كان كبير في السن كان ظلمي رحمه الله عليه وكان كريم وهذو اللي كان. فاذا بي كنتفاجئ بان واحد الصديق ديالي اللي بهذه المناسبه كنشكره اللي كان وراء القدوم ديالي للذهاب الى قطر اللي هو سيميلو الدويري اللي حققت بدل واحد المجهود كبير باش نلعب انا كمحترف. فعلا ملي جاتني العقده مشيت وطلبت لقاء مع السي محمد الدومو، قلت له فوالا راه جاني جاتني العقده على اساس ان غنمشي لقطر وداك الشيء وهذا. قال لي غادي تمشي لقطر واشنو غادي تمشي فابور ولا هذا؟ قلت له لا راه كان عندي واحد القمه بالنسبه للامضاء ديال العقده وداك الشيء وهذا. قال لي شحال؟ قلت له دي انا ما انا غنخبي لك شي حاجه سي محمد، انا جيت عندك انت المسؤول وانت هذا وانت بحال الوالد وهذا ووريته العقده، يعني كون كان شي واحد اخر ما غاديش نوريه العقده ولا شي حاجه، انا يعني مشيت بالنيه. وفعلا حنا تنرجعوا للكلمه ديال النيه، حيت ربما ما فراسك واقيلا سي منصف انا كانوا مسميني النيه. وي تمام بصراحه باش تعرف الامور وداك الشيء. المهم عطيته وداك الشيء، قال لي واخا، قال لي تخلي لي هذه العقده وداك الشيء تنشوف مع الاخوان وداك الشيء انا كرئيس وداك الشيء، وليني كاينين الناس وشوف الراجل الحكمه ديالو. قال لي باش يفرنيني باش ما ندخلش معاه في جدال ولا نقول لا خصك تمضي لي الان ولا، قال لي تنشوف مع المكتب، راه المكتب راه فيه تقريبا 8 و10 الناس وداك الشيء وهذا. فعلا فاذا بي كنتفاجئ جا عندي واحد الخدمه تيقول لي راه مع 8 الليل خصك تمشي اللوكال ديال الكاك، راه عندهم هذا راه تيستدعيوك باش تجي تحضر. فعلا مشيت دخلت لقيت يعني جميع الاعضاء ديال المكتب، يعني هذا هيئه قضائيه المكتب الا ما قلناش هيئه قضائيه تماما. بدات المحاكمه كما تنقولوا، هذا انت غادي تمشي وهذا والكاك هي اللي كوناتك والكاك اللي وصلتك لهذا المسار وهذا. قلت له نبقاو في الكاك، انا ما تنتهربش من الكاك، الكاك فرقه اللي عندها واحد النصيب كبير واحد الخير كبير في الاسم ديالي وفي هذا واللي وصلتني للفريق الوطني. وقلت لهم ما كتنساوش الطرف الثاني، لان انا انا راه بذلت واحد المجهود كبير. وبديت تنعاود لهم تنقول لهم انا ديما كتلقاوني فيما كتكون شي حاجه ولا شي حاجه، لا المشاكل كتعجز الفرقه ولا هذا. دابا ناض واحد الاخ سميتو رحمه الله عليه، كان صحفي محمد صابر، راه كان كيمشي مع الفريق الوطني عرفتي. قال لي وا سي بوحيوي، قال لي دابا انت غادي تمشي والكاك كوناتك وهذا وهذه، طبعا على الاقل نقسموا الصبر تعطينا 50% وحنا ناخذوا 50%. قلت له واخا خلينا نخمموا داك الشيء. فعلا قال لي لا دابا خصك تجاوبنا دابا على الحين، حنا جالسين دابا خصنا باش نعرفوا هاد المسائل وداك الشيء، خص تعرف الامضاء ديال هذا راه خص الموافقه وداك الشيء وهذا. قلت له سي صابر انا راه ماشي دري صغير باش تقول لي الموافقه ديالكم، الموافقه راه ديال الرئيس هو المسؤول هو الاول، حيت الرئيس ديك الساعه راه كان. المهم بقينا شويه وصلنا ل 25% شويه ردوها ثاني، قال المهم غادي تشري لنا ان جو دو توني واحد دو توني وداك الشيء وتشري لنا واحد 40 كوره ولا 50 كوره ولا شي حاجه. قلت لهم باش نكون واضحين انا راه ولد الناس، سنيو لي المسائل ديالي عطيوها لي باش نمشي نوجد سميتو الفيزا والمسائل ديالي وان شاء الله يكون خير، انا غادي نشوف نجلس نخمم وداك الشيء. فعلا ديك الساعة أشترى الملك رحمة الله خرج قرار مع باموس على أساس أن اللاعبين اللي فايتين 28 عام يمكن لهم يغادروا، اللي قل من 28 ما يغادرش. لا قل من 28 وفوق 30 يمكن له يغادر. وطلب من القرار كان الضحيه ديالو صحيته في 79 80 كان يمشي يحترف في فرنسا بسببه انه ما احترفش. والجامعه ديك الساعه عندها باموس تماما
وقال لهم سميتو طلب رئيس الجامعه اللي هو باموس الله يرحمه كان ديك الساعه كولونيل وكان كوموندون دريجي هنا عندنا في قطر، قال لهم جميع الرؤساء اللاعبين اللي شاركوا في كاس العالم بغاو يمشيوا فايتين 30 سنه تعطيهم الاوراق ديالهم سميتو. اذا هديه الهيه. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم مصيف. هما بغا يحاكموك والله حاكموا. ما عرفتيش غادي نقول لك راه هزيت هذاك الشيء ومشيت عند الدومو تنجري وداك الشيء وتخرعت. قال لي مالك؟ قلت له اش كاين واش كاين واش كاين. انا رجعت تلقى واحد السيد لقاني في الباب قال لي يا بوحيوه راه جا واحد الجندرم تيقلب عليك هنايا. قلت له مالو؟ قال لي المهم قال لي واش فلان؟ قال له دير خرج راه ما كاينش هنايا. صافي لا غدا في الصباح هذاك الجندرم رجع جاي عندي قال لي راه جينا الباهره صيفطني كروني باموس وداك الشيء. وانا نقول له قلت له ما عرفتش بقا تعرف الجندرم عندك شي كونفيدونسيال ولا تيقول تيقول لك اسيدي. قال لي تكلم تكلم. فانا مشيت تماك لقيته ما كاينش وداك الشيء. بقيت كنسينا باقي نعقل جابوا لي اتاي وداك الشيء. بقينا جالسين تنهضر مع ذاك الكاتب ديالو تنهضروا وداك شويه جا جا هو الراجل واحد التواضع واحد هذا واحد هذا هو اللي معروف عليه واحد المعامله واحد كيفاش تعامل معايا وكيفاش وعاش معنا راه عاش معنا هذيك الشارونس عاش معنا تماك في المكسيك والله العظيم بقى مش كان تيجي يجلس معايا تنبداو نهضروا. شنو سبب الاستدعاء؟ هي هذه قال لي راه غادي حيت انا وصلت الخبر بان غادي نمشي لقطر. قال لي راه يمكن لك تاخذ انت راه من اللعابه اللي حسن الثاني احمد والله راه عطاهم هذا باش تمشيو. هي فجات الفرصه ديال واش غادي نقول لك؟ تنقول لك الحاله كيفاش رجعت انا من عنده الخدمه ديالي ما بقيتش عارف راسي انا كاع فين غادي كاع. هذا الشيء وزيد سميتو مشيت كنجري للدار وهذا الشيء قلت الحاجه قلت لها صافي راه اش كاين واش كاين واش كاين غادي نمشي وداك الشيء. المهم هي هذيك عطاني غوتو لي قال لك ها المسائل ديالك وداك الشيء هذا ما تكلموا ما والو ما هذي. قلت انا دابا ملي غنمشي للعب ان شاء الله وهذا داك الشيء اللي مشيت هي ديك دوزت معاهم هذاك العام ومن بعد رجعت لان بكل صراحه ما بغاوش يطلقوا مني الواقع هو هذا لان كنت كنلعب في وسط الملعب وداك الشيء وهذا ولكن المره ديالي ما ولفاتش تما. تصور والله الا عطيني في الليله فيها 8 البيوت سي المنصف اقسم بالله وهذيك الفيلا جاتها في وسط دوك الباكستانيين والبنغلاديش وداك الشيء وتيقلع داك الشيء في الليل وخير انا المره تنخليها بوحدها شويه الدويري رغبته قلت له الله يرحم والديك راه هذا المراه عندي راه ما تقدرش. قال لي بقى تجيبها تكون معاها صافي تنهزها بالطوموبيل كنديها والله الا 60 كيلومتر لان الخور ماشي 60 كيلومتر. كان ديك ساعه قطر مدينه صحراويه دوحه ماشي ماشي ديال دابا. لعبتي هذيك الفتره هذيك المده تماك نقدروا نقولوا في المسار ديالك مع قنيطره وحتى مع المنتخب انه عاونتك هذيك التربيه نقولوا الوظيفيه او العسكريه اللي خدعتي عليها وذاك النمط الحياه نمط الحياه اللي عشتي في الدراسه ديالك سواء لانه في الديوانات تتخضعوا لتدريب عسكريه حنا هذا الجانب ديال الانضباط عاونك بزاف في حياتك الكرويه بزاف بزاف هو تقريبا من بعد الله سبحانه وتعالى ومن بعد الوالدين الحمد لله تكويني وداك الشيء وهذا والمسار ديالي الحمد لله عاونني لدرجه انه الحمد لله ونقول لك بهذه المناسبه هذه كنشكر اداره الجمارك اللي حقيقه لا 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 المدير العام المدراء اللي مروا كمديرين في الاداره او المسؤولين فكان واحد الاحترام يعني بيني وبينهم كانوا كيحترموني كثير وكثير جدا وما تصورش العلاقه اللي كانت كتربطني بهم الى يومنا هذا حقيقه والحمد لله انا كذلك دائما تنكلم جميع الاحترام وهذا لان ممتاز. الجديه في العمل الحمد لله هو اللي هو سبب النجاح ديالي هذا كان معروف عليك السي بوحياوي وغادي نعطيك واحد الاشارات اشاره انه السي بوحياوي كان معروف انه حراسه اللصيقه درجه انه كان تيقولوا بوحياوي هو ذاك الماريو تيدخل ليه شي واحد يسد عليه هذه كانت الخاصيات ديالك في ذاك الوقت ولكن كاين واحد جوج حوايج اللي شفتو من الاصدقاء ديالك قال لك انك تكونوا جايين بشي مدينه تيوقفوا الناس ياخذوا كفته ولا شي ساندويتش السي بوحياوي الكرعين والتقليه فعلا صحيح فعلا الحمد لله وانا كنظن القوه الجسمانيه اللي كانت عندي الحمد لله كانت ربما كتعطيني بعض الامور لان كتعرف لاعب كره القدم دائما تيكون مرهون انه تكون عنده ذاك الريجيم اليمونتير تيكون في مستوى مزيان حنا كمغاربه
كان دائما كان عندنا العشق لبعض المأكولات الشامية. انا كانت عزيزه عليا بكل صراحه الكرعين الراس كذلك، لدرجه انه وقت ندير مع الاخوان ديالي الاصدقاء ديالي تنقول لهم شوفوا دعيه معايا من الربح نجيب لكم 5 دريوس تنسلقوهم وكناكلوهم وكانوا كيدعوا معايا ديما فيما كان ربح شي ماتش يا ربي يربح. ولكن كنت معروف ايضا كنت انت هو المخزون الغذائي ديال الفرقه، يعني ديما السي بوحياوي داير معاه واحد الاحتياطي ديال التقيوتات في التعبير وخاصه في السفريات ديالي ومع المداد اللي كنا كنجلسوا خارج الوطن. وربما نعطيك مثال كديك الشارونس اللي دوزنا في المكسيك او في الالعاب الاولمبيه، كتعرف الوجبات تيكونوا محسوبين لان تيكون عندك الطبيب تي داكشي مضبوط، عندك ثلاثه او هذا ديال الاكلات خصك تحترمهم. تقريبا البنيه ديالي كانت كتعطيني انني خصني في اي وقت نقدر ناكل، لان كنت كنوزن 85 كيلو وتقريبا ما تصورش لهذا، لدرجه انه ضروري كنت كندير معايا التقيوتات كما قلتي اللوز والقرقاع. وكنت انت هو الملجا ديال باقي اللاعبين. انا هو الملجا، كان يجي عندي زاكي، يجي عندي كريمو، كان معايا خليفه، كان معايا سميتو نقول فتاح. تقريبا اغلبيه ديال اللاعبين ملي ساقوا الخبر كلهم تيجيو عندي وداك الشيء كنعطيهم ديك البركه وداك الشيء وتيمشيو. واحد الحاجه اللي كانت غريبه انا اللي اكتشفتها معك السي بوحياوي اول مره نسمعها، يعني الصباط ديال الكره الكوداس كنتي تلبسو بالنسبه لك تلبسو بلا تقاشر، كيف جات هذه القضيه؟ لان غريبه جدا، انه معروف انه ديما الواحد خصو يكون الجوارب ديالو لابسهم. انت منين جبتي هذه القدره انك تلعب بكوداس تحس بانك مرتاح ملي تكون احفيان؟ انا كنظن المساله هي المساله ديال البدايه ديالي. تقريبا 12 عام او 14 عام او 13 عام لعبت تقريبا واحد المده ديال 50 ولا 60 وانا كنلعب في ملاعب ديال الاتربه، وكان ديما كنت كنلعب احفيان، ما كنتش كنلعب الا لبس الكوداس او السبرديله الا كانت كديرونجيني وداك الشيء ما كنحسش بواحد الراحه، لدرجه انني التدريب كلها اللي كنت كنديرهم مع النادي القنيطري كنت دائما كنديرهم تندير الصباط بلا جوارب، حتى في الفريق الوطني بعض المناسبات وداك الشيء كانوا كيخصموا علي المدربين داك الشيء، تنقول للمدرب كنلقى الراحه ديالي في الصباط هكا بلا جوارب.